أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الناس، نعيش معهم معاناتهم وآلامهم، نسمع لشكاويهم، نكون منبرا لحديثهم وأفكارهم. لازلنا أردنا التحدث عن الطوز، أو لازلنا بالحديث عن الطوز وماذا حصل فيها وماذا يحصل فيها. مهما تحدثنا ومهما تكلمنا ومهما أطلنا الحديث فإن الصورة لا تزال قاتمة. الحديث عن الطوز حديث ذو شجون، حديث مأساوي، لكن ماذا نتحدث خصوصا بعد موجة الأمطار التي اجتاحت العراق والتي أغرقت العاصمة بغداد والتي أغرقت مخيم الغرة في سليمان الذي يحوي على أو الذي يأوي عفوا أهالي سليمان بيك والقرى المحيطة بسليمان بيك على أثر ذلك استشهاد الطفلة زينب بشار محمد البياتي والتي عمرها 3 سنوات وهي من سكنة قرية الحفرية. هذا شيء بسيط، أنه موت طفلة، لكن ماذا يحصل في الطوز؟ تنضم معنا هاتفيا النائبة عن اتحاد القوى العراقية الأستاذة أمل مرعي. أستاذة أمل مرحبا بك. مرحبا بك، حياك الله. أستاذ أمل، يعني بعد الأحداث اللي حدث في الطوز ومسلسل التهجير ومسلسل التهديد، إلى أين الآن مصير أهالي سليمان بيك أو النازحين المتواجدين في الطوز؟ هل تم إيجاد حل لما حصل في الطوز أو يحصل في الطوز؟ تفضل ست أمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي الكريم أحييك وأحيي مشاهدينك متابعينك الكرام. بعد أحداث الطوز قمت أنا، وكان هذا ما حدث في عطلة الفصل التشريعي الرقابي الأسبوع الرقابي بمجلس النواب، وأنا وقفت الحدث. نعم. عملية استهداف الموكب الحسيني وما نتج عنه من اعتقالات عشوائية، و لا يزال لدينا 53 شخص معتقل، لا نعرف مصيرهم، هل هم معتقلين أم تم تصفيتهم. أنا قمت عندما أتيت إلى مجلس النواب بإطلاع اتحاد القوى على كافة ما حدث في قضاء الطوز، وكان هناك بيان لاتحاد القوى تم تغطيته باستنكار الحادث الإجرامي والمطالبة بإعادة النازحين التي نراها الحل الأمثل والذي طالما طالبنا به، وهو مع توفير الحماية الأمنية لهؤلاء النازحين بتوفير قوات أمنية من خارج أبناء القضاء لتجنب الاحتقان الذي حدث وما نتج عن هذا الاحتقان. بالتالي كان هناك موقف لاتحاد القوى، إضافة إلى أنه طرح هذا الموضوع أيضا في الاجتماع الخاص باتحاد القوى قبل يومين بالضبط، وتم اطلاع كافة الجهات عن ما يحدث في قضاء الطوز والوضع المأساوي للنازحين بعد غرق المخيمات ووفاة هذه الطفلة، إضافة إلى سوء الوضع الأمني. وكان من أولويات التي تم الاتفاق وتبنيها من قبل رئاسة اتحاد القوى، وأوعدوا بأنهم سيقومون بحل مناقشة المشكلة بشكل مفصل مع دولة رئيس الوزراء وإيجاد الحلول المناسبة في أقرب وقت. هذا ما وعد به رئاسات اتحاد القوى، ونتمنى أن نصل إلى نتائج وحلول جذرية فيما يخص يعني هذا الموضوع في الأيام المقبلة. يعني استأمل إلى الآن أنتم ما واصلين إلى نتيجة حل لهذا الموضوع. أخي الكريم، نحن
ذكرنا سابقا والآن أعيد وأذكر أنه لا أحد في الدولة لا يعلم بوضع النازحين، لكن لا توجد هناك قوة في الدولة ومع الأسف أن تتخذ قرار شجاع بقيادة هؤلاء النازحين. نعم طيب، خاطبنا قيادات الحشد موجودة في القضاء الطول ولكن لا مجيب. تم التوجه إلى قيادات الحشد بالحاج أبو مندي المهندس والحاج هذه العامري، تم إعطاء موافقات بعودة الأقالي إلا أنها لحد هذه اللحظة لم تنفذ على أرض الواقع. من يقف؟ هل هناك من يقف بالضيط؟ إن شاء الله سيكون متابعة جدية بعملية إعادة النازحين ونظهر هذا الموضوع وفق السياقات الأمنية المفترض أن تمر بها إن شاء الله. يعني لا أعلم إن كان سيتم في الأسبوع المقبل أو الذي بعده، ولكن هناك تبني حقيقي للموضوع من كافة الأطراف وبمشاركة الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين. جميل. ست أمل، ست أمل، مجلس المحافظة. نعم ست أمل، هل هناك أحد يقف بالضد من عودة أهالي سليمان بيك؟ يعني من أنت الآن تقولين الحاجة هادي العامري والحاجة أبو مهدي المهندس وافقوا على عودة النازحين؟ نعم نعم. هل نعم هناك أحد يقف بالضبط؟ قيادات الحشد المفروض. نعم نعم، هو عملية إعادة النازحين مرفوضة من قبل قيادات الحشد المتواجدة في القضاء والذين منهم أبناء القضاء نفسه، ليس من قيادات الحشد خارج القضاء، حتى نكون يعني دقيقين بالتسمية. هم قيادات الحشد من أبناء قضاء الطوز والذين يرفضون مع يعني مربوط الموضوع بموافقات قيادات الحشد في ناحية آنغلي، باعتبار أنه هناك مشاحنات حدثت فيما سبق حول محاصرة آنغلي من قبل العصابات الإرهابية، وبالتالي لابد من إجراء مصالحة وتصفية الأمور فيما بعد، لكن هذه المصالحة طالت انتظارها الناس في وضع مأساوي اليوم أكثر من سنة وشهرين على مرور تحرير المناطق. لابد للدولة أن تكون لها موقف إيجابي واضح، سواء كانت مصالحة سواء كانت إيجاد طريقة محددة لإعادة النازحين. إلى متى يبقى هؤلاء النازحين ينتظرون المصالحة ولم تحدث المصالحة؟ رضاء العشائر ولم تحدث إرضاء العشائر، إرضاء قيادات الحشد من القضاء ولم تحدث هذه. فلا بد للدولة أن تقف موقف جاد، وإلا مثل ما قلت إن هؤلاء المواطنين البالغ عليهم أكثر من 70,000 نازح. نعم. إذا لم تنظر. طيب سؤال أخير. الاعتبار معناها حكمت عليهم الدولة بالموت البطيء والموت التدريجي، إنهم بين مختطف وبين قتيل وبين غارق في الفيضانات وبين ما يعانيه من الحالة الصحية والمأساوية. كل هذه الأحداث إضافة إلى التهجير اليوم، لا وجود مكان لهم، لا مأوى لهم، لا محافظة كركوك. جميل ست أمل، فيها إجراءات أمنية مشددة لقبول الناس. نعم ست أمل، سؤال أخير. وسط هذه المعمعة كلها مجلس المحافظة وين؟ شنو دوره؟ نعم ها انقطع الاتصال مع الست أمل مرعي. شكرا للست أمل مرعي. طبعا احنا كان ودنا ان هذا السؤال مهم، لكن لدينا كثير من الاتصالات مع مسؤولين. شكرا للست أمل مرعي على المداخلة. تحدثت الست أمل هناك بيان استنكار من اتحاد القوى العراقية، لكن ما أعرف في شاهد عيان أبو أحمد، إذا تقدرون تحصلوا لي خلي نسولف ويا أبو أحمد يعني، لكن نشوف نشاهد أو نحاول نرتب الاتصال. إذا هناك أنه كما ذكرت الست أمل مرعي أن هناك اتصال مع أبو حسن هادي العامري مع أبو مهدي المهندس حول عودة النازحين، هناك موافقة من هؤلاء لعودة النازحين. تمام هذا أمر طيب، لكن هناك من داخل الطوز أو قيادات الحشد الشعبي أو قيادات الحشد في الآمرلي في ناحية آمرلي، الأمر مربوط يمهم. طيب إذن أعتقد أنه يستطيع أحدهم توجيه كتاب إلى
قيادات الناحية الحشد في آمرلي أو في ما في الطوز لتهدئة الوضع لحين عودة النازحين، لكن من يقف حجر عثرة في عودة النازحين؟ السؤال الأهم، أين دور مجلس المحافظة من هذا الموضوع؟ هذا الموضوع موضوع شائك، موضوع حساس، الكل اليوم يلتمس دور مجلس المحافظة أن يقف وقفة جدية، وقفة صريحة، وقفة شجاعة تجاه ما يحدث في الطوز. كما يذكر البعض أنه تطهير عرقي، كما هذا ما يذكر الكثير أنه تطهير عرقي. البعض يقول أنه الوضع ليس فقط تطهير عرقي، إنه هو استهداف لطائفة معينة وهكذا. إذن لازم اليوم مجلس المحافظة، لازم اليوم مجلس المحافظة نجد له وقفة مشرفة، ليس فقط على أهالي الطوز فقط، إنما فقط من أعضاء البرلمان. ربما الست أمل مرعي مشكورة تحدثت كثيرا، لكن إحنا أيضا نشوف آراء الناس، لازم نفتح اتصالات الناس وننتظر اتصالاتكم وآراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة. نشاهد ما تحدثت به النائبة أمل مرعي حول موضوع قضاء الطوز، ثم نعود إليكم. الحكومة المركزية على علم كامل به، لأننا أوصلنا حالة النازحين وما يحدث للنازحين من أعمال سوء الوضع الأمني في القضاء، الاعتقالات، عفوا الاغتيالات الفردية، كل ما يحدث على علم لدى الحكومة المركزية، إلا أنه يصل الحال إلى اعتقال أكثر من 200 شخص في عملية تحدث في جميع محافظات العراق دون استثناء وتستهدف بها مكون واحد. هذه عملية أو بادرة خطر تشير إلى أن هذا المكون إذا لم ينصف وبأسرع وقت، والحل هو بإعادتهم إلى مناطقهم وتوفير الأمن لهم، معناها أنه الدولة سوف تكون عاجزة عن حمايتهم وسيباد هذا المكون في هذا القضاء بالكامل. طبعا شاهدنا ما تحدثت به النائبة أمل المرعي، لكن ينضم معنا هاتفين الشيخ ثائر البياتي الأمين العام لمجلس العشائر العربية. الشيخ ثائر مرحبا بك. أهلا وسهلا، أنا أخوي العزيز. شيخ ثائر، بداية ماذا يحصل في الطوز؟ الكل يريد أن يعرف ماذا يحصل في الطوز، ضعنا في الصورة بداية، تفضل. أخي الكريم أهلا بك ومشاهديك الكرام. أهلا بك شيخ. ما يحصل في الطوز، إحنا صارنا أكثر من سنة نعاني ونصيح ونادينا في الدنيا كلها أنه ما يحدث للدوز هي تطهير عرقي، تطهير لمكون السنة في المنطقة. أي واحد. طيب. إلى الآن أي استجابة من الحكومة أو من غير الحكومة ولا الحكومة المحلية ما في استجابة لهذه المناطق، أصلاً معمولين ومسيين. نعم. أنه إحنا وصلنا بالفترة الأخيرة لأحداث طائفية بحتة قامت بها الميليشيات اللي متواجدة داخل الدوز. نعم. بعد ما صدر امر بالعوده للاهالي نتفاجئ بقتل وخطف الناس، ولحد الان عندنا 49 مقتطف لحد الان ما طلعوا. هذول قسم قوات الميليشيات اللي متواجده بالدوز واللي ذكرنا اسمائهم سابقا. جميل. حاليا ننتظر من الحكومه ومن المراجع مالته ومن مراجع الحشد الشعبي، خلي يطلعونا هذول 50 واحد. نعم. اللي بطون التهديدات اللي متواجدة. طيب شيخ ثائر كم عدد المعتقلين الإجمالي؟ كم عدد المعتقلين الإجمالي؟ أخي إحنا عدد المعتقلين كان حضر 250 شخص عندنا. طيب. على أول شيء الوجبات كذوهم بالليل. نعم. عندنا 49 واحد حصلت 49 شخص موجودين حاليا عند الميليشيات المتواجدة بالدوز. طيب السؤال هنا المهم، هل فعلا أن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم تم تهديدهم أنهم يجب أن يغادروا الطوز أو يتم تصفيتهم؟ نعم نعم أخي الكريم، اللي طلعوا هددوهم وأنطوهم مولتين 72 ساعة يغادرون المنطقة.
نعم. وهذا كارثه، لان احنا الامتداد الشيعي اللي متعارف عليه اللي جاي يمدونه من الخالص باتجاه كركوك كانوا يريدون يفرغون المكون السني، الاعضاء ما ذكرت، رئيس البرلمان اللي ينادي ويحكي باسم الاتحاد القوى وغيره، الى هو الى ما قدر يرجع، الله يرحمه والديه استاذنا العزيز. احنا جانا فرقه الجانب من المكون السني، طلينا بس احنا، وانا حتى للجانب الكردي، يا اخوان انه احنا اذا انتهينا من هذه المناطق الله وكيلكم راح يصل الامتداد الى داخل كركوك ويقعدون في محل محافظ كركوك. طيب ما رايك باستنكار اتحاد القوى كما ذكرت النائبه المهندسه امل مرعي انه اتحاد القوى استنكر؟ نعم يعني نعم. هل يفيد الاستنكار؟ استنكارهم لا يغني ولا أخي العزيز، استنكار اتحاد القوى ورئيس البرلمان وغيره لا يغني ولا يسهم من جوع. الناس جاي تذبح 4000 عائله بجبل طشت ما بين جبل كفري وقادر كرام وكلا. عندي هسه السيطره مال كركوك مليانه بشر بيها ما يخلوهم يدخلون. البارحه اول البارحه اثناء العاصفه طفله توفت وثلاثه انقذوا. اكثر من 30 خيمه وبيت انسحب جرف الاسير، الاستنكار يرجع لهذا الطفله لو يرجع لهذا اللي قلت هدمت لو يرجع النازحين، الاستنكار اصلا حق عيب عليهم يطلعون يستنكرون. شنو الاستنكار؟ انتم اعضاء برلمان صار لكم سنه برلمان اترك اتحاد القوى، اذا صار رئيس البرلمان شخصيا نفسه. هل قدرت انت ترجع اهالي دياله؟ هل قدرت ترجع اهل العظيم؟ هل قدرت ترجع واحد من النازحين المحرره مناطقهم صار اكثر من سنه؟ يا اخواني اما اذا تحملون مسؤوليه طيب شيخ شيخ ثائر انا ربما اسالك سؤال وسط نعم. وسط هذه المعمعه اين دور المحافظ ورئيس المجلس ومجلس المحافظه وين دوره؟ اخي المحافظ احنا صار لنا سنه ما شايفين من صارت الاحداث ما شايفين سنه كامله ما شايفين المحافظ؟ والله لا والله اقسم بالله لا شايفين المحافظ نعم ولا شايفين احد ولا اعضاء المحافظه والكل هذول في وارد وجاي يتنحرون يذبحون على المناطق والناس تذبح قتلوا وتهجر يا اخي محافظه صلاح الدين محافظه بالنسبه لنا بائسه محافظه مسؤوليها بائسين مثل ما ذكر استاذ حزب الشاغندر قال على حزب الدعوه باللقاء قال حزب الدعوه مثل العشيره البائسه انا اقول محافظه صلاح الدين ومسؤولي محافظه صلاح الدين حصلت بائسين بمعنى الكلمه، دمرت الناس من وراهم، يا اخوان صار سنه لا زرتوا مهجر، لا رجعتوا نازح، لا لحقتوا محققه، 200 محققه. انتم الشيخ انتم كمجلس عشائر عربيه ما هو دوركم؟ شيخ ثار. الو؟ انتم كمجلس عشائر عربيه ما هو دوركم؟ الو؟ تسمعني شيخ؟ الو؟ تسمعني شيخ او ما تسمعني؟ الو تسمعني او لا؟ عودوا الاتصال بالشيخ، عودوا الاتصال. افصلوا عودوا الاتصال بالشيخ، ناخذ مروان من كركوك ونعاود الاتصال بالشيخ. من تكريت، مروان من تكريت، تفضل مروان. السلام عليكم. عليكم السلام. انا من تكريت حي الطين مال بعبد. او نعم حي الطين، انتم قصتكم قصة، الله يستر، تفضل. اي سلمك الله ويبارك بك، انا هسه انا رجعت التكريت وسويت هاي الثمرة مال عوده. واجر البعبد وقعدت اجار 250 والعوائل السنه بكركوك وببغداد العظيم عندنا قرايبنا هناك يخابرونا يقول المطر وصل للخيم ملخنت ملخ يعني لا انا لا ليلهم ليل ولا نهرب حتى المواد انتهت كلها من الامطار نعم فاريد يعني انا جماعه اللي مكتسبين وهاي مال القادسيه كلكم رجعهم احنا نريد نعرف بس السبب ليش لحد الان ما جاي يرجعونا وامار جابينا يعني من بغداد اسعنا حسب يعني جماعتنا اللي يسولفون يقولون جابكم امر ترجعون الحي الطين ويعني نريد هسه انا يطلع لنا مسؤول يقول عمي ارجعوا لبيوتكم ما حد يحاجيكم النوبه نريد نطلع من البيوت هاي الاجارات نقعد ببيوتنا خاف يجون يشيلونا وما بينا حالين بعد ما يطردونا برا ما يخلونا. نعم طيب ما راجعتوا المحافظه انتم؟ مروان؟ المحافظ ما كل ما نروح يقول المحافظ ما قاعد. ايه المحافظ ايش فيه؟ فنتمنى المحافظ يعني يقول ما يجي صلاح الدين يجي له شويه ويطلع يعني ما يقعد بالمحافظه داخل وين يحل هذه الامور كلها؟ علي صاير محافظ؟ والله ما اعرف يمكن انتم ونتمنى من مؤمركم الشريف يعني تحلون موضوعنا لان والله تعبنا يعني هاي سنه واربع اشهر احنا مبهذلين وهسه انا اتمنى تحرر وندعي تحررت وهسه يعني ما يرجعون لبيوتنا وبيهم يعني اللي واصله امورهم بالدوله عندهم ظهر رجعوا ما حد يقدر يحاكمهم بس احنا اللي ما عندنا كل شيء. نعم.
طيب شكرا مروان. نتمنى من حدكم انت. صار 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 شكرا مروان. احنا موضوع حي الطين تكلمنا كثير، لكن ناخذ ابو احمد من الطوز شاهد عيان. تفضل ابو احمد. مرحبا. الو اخي ما اسمعك، اذا تسمعني انا ما اسمعك. ابو احمد ابو احمد من الطوز، ابو احمد من الطوز عاودون اتصال. ابو احمد عاودونا باتصال بالشيخ ثائر البياتي لان ما كملنا ويا الكلام. طيب اذا يعني ما تحدث به الشيخ البياتي ان هناك تطهير عرقي في هذه المناطق يحدث وسط صمت حكومي مطبق، وسط صمت لمجلس المحافظة وللمحافظ ولرئيس المجلس، لا أحد يتحدث عن الطوز أو عودة نازحي سليمان بيك. ناخذ احمد من الطوز. احمد مرحبا. هلا اخوي. هلا ومرحبا. شلون الصحة؟ تفضل. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ يحفظك كل الهلا. احمد احمد الظاهر رجع اتصال. احمد نعم ينضم معنا هاتفيا عضو مجلس محافظة صلاح الدين الأستاذ مهدي تقي. أستاذ مهدي مرحبا بك. يا مرحبا يا وسهلا، بداية مرحبا قناتكم إخواننا. وشكرا لك كل الهلا بيك ومرحبا بيك. أستاذ مهدي يعني لما ما يحدث في الطوز لا زالت الصورة قاتمة، برأيك ما هو الحل لما يحدث اليوم في الطوز أستاذ مهدي؟ والله هنالك ان شاء الله صار جلسه اول المرحله صارت لدينا جلسه في دوس لحلول هذا المشاكل اللي يحدث في دوس. تدري الوضع لا زال ما مستقر في دوس. اكو جهه يضرب بكافه الجهات، يكون اثاره طائفيه في داخل دوس. نعم ان شاء الله لدينا حلول باقرب وقت في هذا الموضوع، ولدينا تنسيق مع اخوه بشمرقة واخوات الامنيه في داخل دوس، والحشد الشعبي يكون تنسيق مشترك بينهم بحيث لا يكون اي خرق في قضاكم. هنالك جهه يعمل في دوز، جهه لا يزال يثير اثاره طائفيه في الدوز. هذه الجهه استاذ مهدي، هذه الجهه يعني لديها اجندات خارجيه، ارتباطات خارجيه، ما هي فائدتها من 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 ضرب في جميع الاتجاهات لخلخله الامن في الطوز؟ نعم هنالك لديها هذا دعم خارجي في قضاء طوز. قضاء طوز هو عباره عن عراق مصغره في صلاح الدين. هنالك كل الطوائف لا يوجد في قضاء طوز. هذا الموقف الذي قبل ثلاث ايام اربع ايام حدث صار في موقف حسينيه كان من اخواننا السنه والشيعه، هم الموكب العزاء مشتركه من بين اثنين، هم يعني السنه والشيعه مشتركين في هذا، حتى اخواننا الكرد مشترك في هذا الشكل. نعم. هناك لديهم فرق يعني جاءوا سيارة مفخخة في جانب هذا العداء وتم تأثيرها، يكون إثارة طائفية، والحمد لله التي تم سيطرتها عليه وقسم من الإخوان يعني كل القوى الموجودة تم اعتقالهم وتحقيق معهم وتم إحالتهم إلى أهاليهم وإلى مناطقهم. نعم جميل. الآن يعني هناك حلول سريعة لعودة هؤلاء النازحين يعني المتواجدين في الطوز، يعني ربما يعودون قريبا إلى سليمان بيك؟ والله إن شاء الله تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع، الأخ حاج أبو مهدي المهندس وحاج العاملي والأخوة المعنيين في هذا الموضوع وفي مجلس المحافظة، بحيث يكون حلول سريعة لهذا الموضوع، ولدينا إن شاء الله تم تشكيل لجنة بحيث ترجع العوائل إلى مناطقهم. جميل. للأستاذ مهدي تقي عضو مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي. ناخذ طبعا يعودون الاتصال بالشيخ ثائر البياتي، وناخذ من الدور ابو احمد. ابو علي، ابو علي من الدور، تفضل ابو علي. سلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام كل الهلا. هلا ابو احمد. ابو علي عفوا. الو. هلا ابو علي. احنا الو. اسمعك ابو علي تفضل.
حبيبي احنا من قلعه دار من حي القاشيه. نعم. القاشيه لحد الان ما عايز معنا نرجع لحد الان، صارت تقريبا دور رجعت صارت تقريبا 6 شهور. ليه؟ شنو السبب؟ احنا ما رجعنا لحد الان، ما احنا ما اعرف هم قاعدين هسه حشد بالقاشيه. شلون؟ حاليا الحشد قاعدين بالقاشيه هم. نعم. لكن هناك مناشدات ابو علي، هناك مناشدات كثيره. انا ناشد مره قلنا يومين او اسبوع ويمر هذا الاسبوع يخلص اسبوع ولا اخو الشكل صار تقريبا يجي شهرين ونص، اكثر من شهرين ونص. ويوميا اسبوع عن اسبوع يجي هو الشكل. نعم. ما عندك كل شيء القصه. نعم. طيب حي القادسيه الان هو في حشد، لربما الحشد يخرج قريب يعني يجوز يطلع باقرب وقت ابو علي. والله ما اعرف انا صار معي تقريبا شهر شوي كل ما يقول اسبوع 10 ايام اسبوع يومين وماكو نتيجه لحد الان ماكو نتيجه اي نتيجه ماكو. نعم وصل صوتك ابو علي، شكرا ابو علي من قضاء الدور. شكرا جزيلا لك. قبل ان ننتقل الى فاصل، طبعا انه تحدث الاستاذ مهدي تقي انه ان قضاء طوز هو عراق مصغر والكل يسعى لحلول لايجاد حلول في قضاء الطوز. هناك جهة تضرب في كل قضاء الطوز لها أجندات وارتباطات بمخابرات عالمية ودولية لهذه لتنشر ولتقوم بالإخلال بالأمن ولتنشر أيضا الفوضى في قضاء الطوز. ماذا يحصل في الطوز؟ هذا عنوان حلقتنا هذا، وننتظر اتصالاتكم وأراءكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة. مع الناس منكم وإليكم، فاصل ثم نكمل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم، مستمرين معكم في برنامجكم مع الناس. طبعا تردنا اتصالات كثيرة حول ما يحدث في قضاء الطوز أو الحديث عن ما يحصل في قضاء الطوز، وإحنا تحدثنا في هذا الموضوع كثير جدا. وكما تحدث الأستاذ مهدي تقي أيضا عن هذا الموضوع، تحدثت أيضا الست أمل مرعي، تحدث الشيخ ثائر البياتي، لكن احنا راح ننتظر آراءكم. الشيخ ثائر البياتي كان إلى رأي مختلف تماما عن ما تحدث به الأستاذ مهدي تقي. كذلك ناخذ اتصال مواطن ثم نكمل. تفضل. أوه. تفضل. الله يساعدك أخويا. يساعدك يبارك بيك. شلونك؟ يبارك بيك يحفظك كل الهلا. قل لي بالنسبة ذاك اليوم الأخ رئيس الحزب الديمقراطية التركماني ايه استشهد عدم ضابط قوم القيامة قامت وبعدك ويومية بدوز من سليمان بيك من اطراف سليمان بيك صايرين صيادين لهم يومية يصيدون واحد اثنين منهم ايه شنو السبب كان شوف ايه إذا ما صير ما لها علاج هذه وكلهم كاتبين وفوق على باب الله. نعم. إيه ما حلها شنو هذه؟ يعني طبعا احنا هي يعني هو رئيس الحزب شنو يريد بالضبط؟ رئيس الحزب قال واحد من التركمان مات قوم القيامة ويومية من العرب 5-6 يموتون ما حد يجيب طاريهم جن السبب العرب انذلوا لا ما انذلوا هم بس يا أخي سوونا سارة نعم العرب الصار حمار سارة شو اسمه نعم طيب شكرا شكرا طبعا يعني احنا ما يخالفنا ونتحدث انه رئيس حزب ربما انقتل واحد تركماني وهو بعدين اجى واحد عربي يعني ناخذ اتصال ثم نكمل تفضل اتصال السلام عليكم عليكم السلام تفضل ابو سيف ابو سيف حياك الله تفضل ابو سيف تفضل السلام عليكم. عليكم السلام. احنا من اهالي قضاء طوز. نعم. احنا مهاجرين من ناحية سليمان بيك. نعم.
وهل هاي صارت من العمات قبل أسبوع أخذوا أكثر من 50 واحد من عندنا. أي. ولحد الآن لا يعني لا لهم أثر يعني ما موجودين لحد الآن. نعم. هم أخذوا أنا أتحدث الشيخ ثار هم أخذوا أكثر من 250. إيه ألقوا السراح بعضهم وبعضهم بقوا. نعم. ولحد الآن لا نعرف مصيرهم أين هم. نعم. ويعني ما لا ما نعرف مصيرهم لحد الآن وين هم وما نعرف أي خبر عنهم. طيب. هم مو من اعتقلهم أبو سيف؟ ومعتقلهم حشد من أهالي قضاء طوز ومن أهالي قضاء طوز حشد شعبي من قضاء طوز. نعم. هو اعتقلتهم جت قوة داعمت البيوت وخذت الشباب. هم من أقاربك يعني؟ والله أكو من أقاربي وأكو من يعني عرف وأكو من أهالي القرى يعني هواي هم. نعم جميل شكرا أبو سيف. شكرا وصل صوتك شكرا لك. هم المعتقلين طبعا كانوا اكثر من 250 كما تحدث الشيخ ثائر البياتي، لكن تم اطلاق سراحهم على شكل وجبات، من ثم بقوا تقريبا 49 الى 53 الى الان الرقم يعني غير دقيق، لكن من 49 إلى 53 تقريبا هذا العدد الموجود اللي هو معتقل. اللي معتقلهم كما يقول المتصلين أنهم الحشد من حشد الطوز، لكن إلى الآن احنا لم يصدر أي توضيح. لكن إذا حصلنا مثلا السيد القائم مقام قائم مقام قضاء الطوز يعني ربما نسأله يجوز له، هو السلطة المحلية أكيد فهو يعرف منو اعتقلهم أي أين هم معتقلون هؤلاء. فهنا هنا المشكلة اليوم أن لما تقول معتقلين 50 العدد مو هين. نعم ينضم معنا هاتفيا الأستاذ شلال عبدو قائم مقام قضاء الطوز. أستاذ شلال مرحبا بك. مرحبا وسهلا. أستاذ شلال الكثير اليوم من المتصلين يتحدثون عن معتقلين إلى الآن لم يتم إطلاق سراحهم، خصوصا بعد حادث التفجير الإجرامي في العزاء الحسيني. هؤلاء المعتقلين يعني هل تعلم الحكومة المحلية وأنت كقائم مقام أو هل سيتم إطلاق سراحهم قريبا؟ تفضل أستاذ. بداية السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حقيقة نحن هناك جهاد أو مجموعات مسلحة متهم بهاي الموضوع الاعتقالات الذي حدث يوم 22/10. بس اعتقد الرقم مو بهالدرجة، لانه حسب ما عندي علم بحدود 35 شخص معتقل في نهار يوم 22 الذي حدث الحادث الاجرامي حينذاك. الوضع في الطوز يعني كثير هناك تأزم في الوضع بالطوز، هل تم حلحلة هذه الأمور تتجه نحو الحلحلة يعني الآن أم لا يزال الوضع متأزم؟ نحن في الماضي هناك عدة جلسات أو عدة محاضر جلسات بين مجمع القوات الموجودة في القضاء، هناك اتفاق مشترك بأنه قيادة الأمن في القضاء أو الملف الأمني يدار من قبل الشرطة المحلية وكذلك مشتركا مع قوات أسايش وأيضا شرطة تقنين كردستان. نعم. ولا يحق لقوات الحشد الشعبي وكذلك البيشمركة أيضا الدخول داخل مركز القضاء وكذلك سواء كان بنصب سيطرات أو بحالات الاعتقال تنفيذ أوامر القبض. الجهة المعنية بتنفيذ
أوامر القبض والاعتقالات والشرطة المحلية والشرطة التقديم وكذلك قوات الأسايش، لكن ما حدث هو غير قانوني ودون علم الجهات الأمنية وكذلك دون علم رئيس الوحدة الإدارية، ويعتبر هذا خرق. فهناك عدة إجراء نحن أخذناها خلال الأيام القليلة الماضية، وهي تقوية السيطرات، وكذلك هناك إجراءات أمنية أخرى إن شاء الله على الأيام القليلة القادمة سوف تتخذ من قبل القوات الكردية وبالذات قوات الأسايش وقوات شرطة تقليم كردستان للحفاظ على أرواح المدينة. يعني أستاذ شلال، هذا الوضع لا تقبل. نعم. يعني هل من سيمسك الآن الأمن في قضاء طوز؟ يعني هل سيمسك الأسايش أو البيشمركة؟ ملف الأمني أنا وضحت لك، الشرطة المحلية وهي شرطة مديرية شرطة طوز. نعم. وكانت بالتعاون مع أسايش، قوات الأسايش وقوات شرطة تقليم وليس البيشمركة. نعم. البيشمركة والحشد يكونون مسؤولين عن خارج القضاء أو الجبهات الموجودة بحدود الموالية للقضاء وكذلك من الجنوب، لا مانع ولا بأس في مسك هذه المناطق من قبل الحشد وقوات البيشمركة، لكن الملف الأمني في مركز القضاء يجب أن يدار من قبل الشرطة المحلية وقوات الأسايش. جميل. وعلى ذلك تعتبر خرقا للقانون وتجاوزا على القانون ما يحدث وما حدث خلال يوم على الأسف يوم الانفجار يوم 22/10. جميل. أستاذ شلال، قضاء الطوز يضم تقريبا الكثير من الآلاف من النازحين الآن، هل كان لديكم خلية أزمة لإنقاذ هؤلاء النازحين خصوصا في المخيمات وهناك وفاة طفلة عمرها 3 سنوات؟ حقيقة نحن يوسفنا جدا الوضع السيء للاجئين، وأنا أحمل هنا أيضا محافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة وكذلك ممثلي محافظة صلاح الدين بما هم سيد النواب وكذلك سيد الوزراء. الحد الآن أنا لم يقتصر على العفو يقتصر دور المحافظة في تلبية احتياجات النازحين فقط. السيد محافظ صلاح الدين من خلال الفترة الماضية خصص مبالغ، لكن هذه المبالغ تكفي لسد حاجات ومعاناة النازحين، والنازحين هم الآن بأمس الحاجة إلى تقديم العون واليد المساعدة ووضعهم سيء جدا. وانا اناشد من خلال قناتكم الفضائيه الساده المسؤولين في المحافظه وكذلك الساده النواب، لانه النازحين هم سكنت اكثريه النازحين او غالبيه، انا لدي حاليا ما يقارب 9000 عائله نازحه من 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 من, من ناحيه سيام بيك والقرى التابعه للناحيه والقرى التابعه لناحيه امرلي ايضا، وكذلك من مركز المحافظه واطراف المحافظه صلاح الدين وايضا من 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 ديانا والعظيم ما يقارب 9000 عائله، ولم يمد له الوزاره اصلا، وزاره كذلك عاتب وزاره الهجره والمهجرين بانه لم يقدم لهم شيئا. ما 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 قدمناه خلال الفتره الماضيه الى هؤلاء النازحين بالذات المنظمات الخيريه ومنها بالذات دور الصليب الاحمر، انا اقدم من خلال قناتكم الشكر والامتنان. منظمة الصليب الأحمر قدم أحسن من كل المنظمات وأحسن من الدولة أيضا اللي قدمه خلال الفترة الماضية، ولكن هم حاليا بأمس الحاجة، وتم مناقشة هذه الموضوع مع السيد المحافظ في الآونة الأخيرة وكذلك مع السيد النائب الأول الأستاذ إسماعيل علوب، إن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يكون لهم زيارة إلى القضاء وكذلك إلى المخيمات الموجودة أو الهياكل الموجودة أيضا، لأن معظم هؤلاء النازحين هم حاليا يسكنون تحت سيطرة القوات البيشمركة والقرى الكردية المحيطة بالقضاء وكذلك محيطة بأطراف سيام بيك. جميل. الأستاذ شلال عبدول قائم مقام قضاء طوز، شكرا جزيلا لانضمامك معنا أيضا. شكرا جزيلا للسيد شلال عبدول قائم مقام قضاء
الطوز هناك عتب كبير على نواب المحافظة، عتب كبير على أهالي يعني على ممثلين محافظة صلاح الدين من نواب ومن أعضاء مجلس، يعني لم يكن لهم موقف حازم جراء ما يحدث في الطوز أو جراء ما يحدث في جراء ما يحدث في في النازحين من فيضانات وإلى آخره. نأخذ اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك شيخ؟ يحفظك كل الهلا. الأستاذ احنا من الدوز قضاء الطوز فرماطي. اي ونعم، تفضل الله يعينكم. انت من اهل الطوز لو نازح؟ اي نازح نازح. نعم نعم كل الهلا. قاعدين بالاجار وناس لا تعتقل وتقتل وتخطف وما حد يعرف السبب شنو. نعم. قوة بيش مرقي قاعد اجت هنا استطلاع وردت استخدمت لانه الحزب الشيعي ما يقبل حكومه غيرهم الطب الجيش. نعم. وهذا الانفجار اللي صار في انفجار مدبر قبل لا يحدث، فرغوا وطلعوا الشيعة كلهم بقوا بس السنة فيه. نعم. منو قال هذا الكلام؟ منو قال هذا الكلام؟ نعم. يعني هل هذا الكلام اكيد يعني مثلا؟ اي نعم 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 انا احكي لك نصا. انت اسال شوف اخو واحد شيعي راح بالحادث هذا، كلهم راحوا سنه وكردي استشهد وهم محضرين هاي المداهمه قبل لا يصير الانفجار. من صار الانفجار مباشره داهموا الناس واعتقلوا صغير وكبير ومريض، حتى ابو العمليه حتى ابو الصرح شغله. نعم. منو تتوقع وراء هذا الانفجار يعني؟ نعم. منو تعتقد وراء هذا الانفجار؟ احنا موجودين قريبين على هذا الانفجار استاذ. نعم. يعني انت منو تعتقد اللي سواه؟ اللي سواه منو برايك؟ والله تعفيني لا اعلم. ها؟ لا اعلم تعفيني ما ادري. يعني مو انت تقول انه مدبر وكذا يعني نعم 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 المدبر هو شنو هسه الحرت كثير اشاره. انت احسب من شيعي ماكو بي يعني شنو الفيلم؟ ليش راحوا كلهم جماعه السنه راحوا بالموكب؟ والموكب بنص السنه مو بنص الشيعه. نعم. طيب شكرا لك، شكرا شكرا. طبعا يعني ما اعرف انه البعض يبني افكار على ربما اشياء يسمعها من الناس ربما كذا، لكن ما اعرف انه او نقف على دقة مثل هذه التفاصيل انه ليش حدث الانفجار، شنو السبب وراء الانفجار. هو الانفجار استهدف موكب عزاء حسيني، ربما مشاركين بسنة وربما مشاركين بأكراد وإلى آخره، لكن يعني أنا لا أريد أن أقف على مثل هذه. لكن نعود إلى ما تحدث به السيد شلال عبدون أنه هناك 9,000 عائلة من ناحية سليمان بيق ومن قرى سليمان بيق ومن قرى آمرلي كلهم نازحين في الطوز، وما يحدث في الطوز من خرق أمني يتكرر دائما للأسف الشديد. لم يتم وضع حلول للخروقات الأمنية في الطوز، إلى الآن لم يتم وضع أي حل لما يحدث في الطوز. ما هو السبب؟ هناك جهات أجندات خارجية أولا تريد إبادة مكون بعينه، ثانيا تريد تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة. كما تحدث الشيخ، كان الشيخ ثائر تحدث أنه للأسف الشديد هناك استهداف واضح ولم نرى أي تدخل، فقط استنكار. اتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أم أحمد من أطراف طوز. أم أحمد كل الهلا، تفضل أختي. يعني بس احنا نريد نعرف شنو مصير هذول اللي اعتقلوهم، وين ودوهم؟ قاعد نتصل نشوف ما ينطونا حل ولا ينطونا اجابه، اخذوهم بدون ذنب. نعم.
أخذوهم أطفال صغار والله طفل 96 هذا ايش تعتقد يقدر يسوي؟ ها هم هذا يقدر يفجر ويجي ينتظره بالبيت؟ نعم تفضلي اختي. وكل حل ما قاعد يسوون، يا هو نحكي ويا نتصل بكل حل ما قاعد يسوون. بس اللي الريده من عندكم ما توكمون نشوفون نضيف حل لولدنا ما ادري. نعم طيب انتوا ام احمد انتوا راجعتوا دوائر حكوميه؟ ماكو راجعنا، قالوا لنا على مركز حمورابي تروحون تقدمون شكوى انه اولادكم ما راجعه. رحنا سجلنا اسماء الولد وين ما راجع يقولون ما هذه ما حد يعطينا جواب صحيح انه ولدنا موجودين لو لا. اذا ميتين خلي يطلعونهم ميتين، ليش مخلينهم لحد الان ما نعرف ان هم عايشين لو ميتين؟ نعم الله يفرج ام احمد، الله يفرج عنهم ام احمد. شكرا لاتصالك ام احمد، شكرا لك. يعني انتم سمعتوا انه المراه تبحث عن ابنائها عن اهلها عن اقاربها، اختطفوهم اعتقلوهم اكثر من 250، باقي 50 الى الان مصيرهم مجهول. الى الان لم نجد اي تحرك من قبل المسؤولين في الحكومه، ما لم نجد اي تحرك من قبل اعضاء برلمان الممثلين. لكن يعني هناك كما ذكرت المهندسة نائبة من المرعي أن هناك فعلا تحرك، ونجد ربما أنه ربما في هذه الأيام ربما نجد حل فعلي وواقع لما يحدث في الطوز وفي كل المناطق. لكن أعتقد أن المشكلة تكمن في أن هناك نازحون، إذا تم إعادة هؤلاء النازحين راح تحل كل المشاكل. فهذا الأمر يبقى، هذا الملف في رقبة مجلس المحافظة، المحافظ ورئيس مجلس يجب أن يحل هذا الموضوع، كذلك في رقبة قادة الحشد الشعبي يجب أن يجدوا حل فعلي وواقعي لعودة النازحين. مع الناس حيث تعصف بنا رياح التغيير فيكون ملاذ فضفضتنا مع الناس. مع الناس منكم وإليكم، نلقاكم بإذن الله مساء الأربعاء على ذاكم الحين، استودعكم الله. السلام عليكم.